في بلاد الجو. الجو المليح مرك يا حلو، بلاد الكيخ بلاد الجو. الجو المليح مرك يا حلو، يلي صبحك في الليل طلعت ما في الضو. يلي سقعت في الصيف وتبروري في النوم. بلاد بلاد الجو يا عيني عالبلا لو في بلاد بلاد الجو يا عيني عالبلا لو. بلاد الكيخ والفيل يطير، نفطك في الصحراء ماشي للغير، شبابك هجم الكيما يدير، غرقوا في بحرك يا أرض الخير. قالوا في ايش قد تصير في المريخ مزبوط ولا كيف صاير؟ سمعت بيهم دارين ونيزك. مبارك علينا. يا بلادي كيخك وجاه، حلمك ضاع والوطن مباع، بحر الصيف ولا ولا ناكل الدلع. بلاد الكيخ والحال عجيب، جابوا الأولاد والوضع غريب، أمس النعجم عدي شوف هذا السلام عليكم. عليكم السلام. الله خير شيخ، شنو حالك؟ شنو امورك؟ شوف فيها هواء خير، شكلها متطرف. عيب عليك يا رجل تقول الكلام هذا، هذا في تنظيم الدولة، هذا في داعش، وخذ كلام 100% راه مؤكد، وصلني اليومين اللي فاتوا. حول ولا قوة إلا بالله. وين الوسطية؟ وين شيابين الزمنيين هذوك؟ عرفتهم؟ صح صح والله كلامك 100% يا أخوي. من المولى عطار هذاك؟ من إن شاء الله، مش عارف، وإنت راكم هذا. السلام عليكم. خير يا شباب. خير هذا كيف مساحه؟ هذا لا نبو منه لا 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 غير لا جر يا رجل. معقول تقول فيه مرته ما عادش فيه تريس يا اخوي؟ غلط. راحت والله لا راحت. ما عادش فيه رجوليه. غلط. ما عادش فيه والله. لا عندك حق. تعرف كان يسبقني مرتي ولا والله يحوش امالها طول ما قاعده فيه يحوش فيه. يا رجل غير تدير امراه اصبقها ولا دي حتى اختراق الضاحيه انت وياها.
غير غير ورحة في مادة مسيح، خلونا نتزوج احنا ولا خلونا حتى نتنفسوا واكلين الاخضر واليابس يا رجل. فعلا والله ما عادش في حد ينفع، اللي يخنب واللي ينهب واللي يتبع في مرته تكر فيه وما يبي، الله غالب يبي. خيرك تشبع انت وياه في حاجة؟ لا امور طيبة يا حر، امور مية مية يا سيد تريز، تفضل شاي قهوة كيف نخدموك يا اخونا. وين حاج رمز العبيد؟ حاج رمز العبيد تاني شارع على اليمين، اول حوش على اليسار. هاي تفضل يا حر. تفضل يا حر. تفضلوا. منورين. شكله مستعجل حر. لك راجل طيب والله. راجل مية مية ومقلط وخير الشباب اللي في الجهة. وين في حتى ميت ويدخن دي سايبه شو اصلا صار كيف نديروا فيه تو هذا قداش ليك تدخن انت تلاقيني دخل واضح عليها شوي حتى راسه معبي نيكوتين دخان والله دافي شوف كيف بنديروا معايا ولا الفوته يا راجل عاقل وش سام فوت هذا الحصة اللي قلت لكم عليه درتم معاه راي فهمتوا حاجة ولا شو صار؟ وسع بالك يا بروفيسور اينشتاين، غير قول لي انت بشنو فيه بالك نقدر نساعدوك بحاجة. مازال فيها بروفيسور، انا نمشي مفرش في سوق العتق احسن لي. حصلة هذا ما فهمتش منه شيء، ما فهمتش حتى حاجة. غير واحدة واحدة يا بروفيسور، كل شيء لي حل. أول مرة المعادلة ما تجيش متطابقة. النظرية النسبية كانت أسهل بالنسبة لي من دماغ خاصة اللي جابوه لي. ما فهمتش انا هذا بشري ولا من كوكب تاني؟ كيف يا بروف؟ في مادة يفرز فيها العقل. الجمجمة تكون هكذا من مقدمة الجمجمة بالضبط. في ناس ممكن يعندك على اي شيء اي معلومة سمحها في عكسها مالفها هو، المهم يطلعك غلط باي شكل. المادة هذه علماء الأحياء سموها العناد أمين. العناد أمين ركز معي، تفرز فيها غدة اسمها غنزة ولوطرت. العقل البشري للإنسان الطبيعي يخلي الجسم يتحكم فيه في جزئين، الجزء الأيمن يتحكم فيه الجزء الأيسر من المخ، والجزء الأيسر يتحكم فيه العقل من الجهة اليمنى. هذا ما فهمتاش كيف مشروك على بعض الشرك. منين لقيتوها الجمجمة هذه؟ في البحر الابيض المتوسط. تعرف واحنا في سعاده مستمخين جدا خبطت فينا حاجه نسحبوها صخر لين الفلوكه قريب غير قبيل. طلع الشخص هو دي راس اشبح كزر رشاده. رشاده ذكرتني، الجمجمه هذه سمكها 5 سنتي عكس جمجمة البشر 3 ملي، يعني بنجيبه واحد من كل بلاد في الشمال الافريقي. دقيقة لحظة كمل سبسيب. ايه كمل يا برو. هذا شكله يوحي بانه من الدول النامية، يعني نجيب واحد من تونس، واحد من مصر، واحد من ليبيا، واللي يفلح فيهم ويفهمنا ممكن هو اللي نستغلوه باش نفهموا منه سر هالجمجمة. جبناه من العينات يا دكتور. خليهم يدخلوا بسرعة بسرعة بسرعة.
مساء الخير. عالسلامة. السلام عليكم. أنا البروفيسور ألبرت أينشتاين صاحب ثورة في النظرية النسبية. في حد ما يعرفنيش؟ ازاي في حد ما يعرفكش؟ ده انت علمنا، ده انت كبرنا يا كبير. كيفاش ما نعرفوكش؟ تبربي يعني مش مصدق عيني يعني اني واقف قدام البورف. والله بربي يعني فرحان فرحان فرحان. هو انت بدأ حصل الفيزياء. فيزياء؟ فيزياء شري؟ ولد مني. نجيب لك الكروانة والمالقي. زبطت هذه ولا؟ نقول لك بعدين ولد مني. خلوني الصقر هذا، عندي معاه دواء بروحه. تفضل الدويا. تفضل. يا ما عرفهاش لك بيتي. يلا باهل. مع السلامة. من السواق نورين خوتي حبيبي ولدي فركز معي انت شنو مشكلتك مع الفيزياء شنو مشكلتك مع الفيزياء والله يا استاذ اينشتاين باي باش تكون معك واضح والله ما فهمت فيها حاجه هلبا رموز وكلام ما خشيت ليش راس بالتريس ولا والله الحياه حلوه كما قلنا ايش فيزياء من الاخير باي قول لي حبيبي انت قول لي شلي ما فهمتهاش وليه مستعد نساعدك؟ جاذبيه مثلا شنو برنامجها؟ سهل جاذبيه سهل هي مش شوري شور نيوتن لكن عادي اسهل منها ما فيش نيوتن مكسر تحت شجره التفاح سباحه تحت من فوق لنقطه الوزن تحت نقطه قال هو علاش الوزن ما يطلعش لفوق هي هاي بس فهيا يا سيدي في كرة مطاط وعندها وزن تطلقها حتى انت من فوق وتطيح تخبط وتطلق فرقة بيني فوق ريت حكي هذه مسألة أخرى ركز معي وبرضو هذه لنيوتن يعني الفعل ورد الفعل لو اخذنا أي جسم صلب واخذفناه بقوة نحو جسم آخر صلب برضو حيعود علينا بنفس القوة لكن عكس الاتجاه ما هي نفسها عيني بولا معبية مية من شدة فنها على الحياة تخبط في الحياة وتطيح نقطة مش هترجع نفس الاتجاه ريتها كي يا ولدي تبح ركز معي ما عادش تعكش في كل شيء ما تعكش ليه في كل الموضوع بشوي نطلع من الفيزياء بلاش من الفيزياء سؤالين فقط ركز معاي بالسؤالين هذا وانت هتخش معاي بعدين للمعلم تم يا حويش انا ابوها حويش وش شنو اينشتاين ما عليناش ركز ولدي تبع ركز بكل هدوء انت لو افترضنا في سباق للجري يبدا هني يتم هني وانت بقوتك اجتزتني في المركز الثاني شن تقول وقتها؟ تكون سيد الرجال تستقبل اللي بينهم بحد لا يا ولدي تربح تربح فكني من تفشيك ما هوش وقت تفشيك ركزني سؤال بسيط وسهل وهين انت اجتزت اللي في المركز الثاني يعني شن يصبح مركزك؟ المركز الثاني ايه؟ انا في المدينة طرابلس طرابلس مدينة وسط البلاد عرفت انت ماشي اتجاه جزيرة الغيران قبل ما توصل الجزيرة على اليمين في بناية بيضاء كبيرة ساقيت اي حاجه غادي يكونها صغار شارع ندلل عليها كلها تليفون بس والله ما تاخذ لها التريس واه الله يهديك بتجيب لي شغله بتجيب لي شغله يا ما تدفعش في راسي عاد انت كبير يا حاج اللي زيك كلهم طرحين في الطب تعرف انا جدي زمان باهي كان هيك يس انك انت هيك مروح دبيل عليه بالعوازه طاح طول عمره شيء مات ربي يرحمه فوت سؤالا بلاش من ان شاء الله عمرك ما جريت ركز معي سؤال ثاني قطار هذا الراشد دا قطار متجه من طرابلس الى بنغازي قطار كهربائي قطار شنو كهربائي ركز معي لما هو ماشي متجه بهذا الاتجاه الدخان بتاعه وين بيكون مش هيكون في دخان ممتاز جميل علاش على خاطر ما عندناش قطار ممكن ريه يا بابا ركز شوية انت جبت راس الخير جديت لي غرفة دي قولي
القطار هو طالع الصيف ولا الشتاء. واه شد دبرك تو شد دبرك الشتاء ولا صيف شوفته انت راسي خير جورك كيف يا بروفيسور الدخان لما بيطلع بنشوف اتجاه الريح وبيدبحها جغرافيا مع صفتاسه يا حويش كيف تعرف زمان قروا فينا جغرافيا سبع قارات قروهم من السبعه وناس اللي تحفظهم السبع رياح موسميه غربيه رياح ابصر شنيه مش عارف شنيه جنوبيه شعبيه الله العظيم درهونا كلنا انتاج البن انتاج الكاكاو والسافانا يعني نحس انه روحي ابصر فيها تعرف رجعت لي ذكريات فوت فوت خلينا سوالف قول لي انت بس قول لي شن كان الطقس اللي شاف ميزان الميه دخلها نقول لك وين الدخان على طول باع 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 أنا مش قد طلعت لي عضو حرس بلدي خلفني باع بلاد الكيخ بلاد الجو الجو مليح مرك يا حلو بلاد الكيخ بلاد الجو الجو مليح مرك يا حلو يلي صبحك في الليل طموعات ما في الضوي لا لا يلي سقاك في الصيف وتبروري في النوم بلاد بلاد الجو يا عيني عالبلا لو في بلاد بلاد الجو يا عيني عالبلا لو بلاد الكيخ والفيل نفطك في الصحراء ماشي للغير شبابك هجم الكيما يدير غربوا في بحرك يا أرض الخير قالوا فيه ايش قد تقصير في مريخ مزبوط ولا كيف صاير سمعت بيهم دارين ونيزك مبارك عليهم يا بلادي كيخك وجان حلمك طاول والوطن بحر الصيف ولا ولا ناكل الدلع بلاد الكيخ والحال عجيب شاب الأولاد